علماء الفجر قدنا في تسبيح. عاجبني قوي الترتيب اللي حضرتك قلته يا بونا، اللي هو موجود في الإصحاح ده، إن أول حاجة مش إبليس، نعم، أول حاجة الذات. صح، تعالوا نقول مع بعض: أنا جاي في قلبي خطيئة، أمين، ورعيتها كتير، خلصني من العبودية بقوة تحرير. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك. أمين يا رب. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك. يا يسوع انت اختياري، بتمسك بيك، وانت فرحي وتاجي، انا عيني عليك. يا يسوع انت اختياري، بتمسك بيك، أنا عيني عليك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك. أنا جاي، أنا جاي وفي قلبي خطيئة، ورعيتها كتير، خلصني من العبودية قوي تحرير. أنا جاي وفي قلبي خطيئة، ورعيتها كتير، خلصني من العبودية قوي تحرير. أنا بطلب مليان، أنا مستنيك يا فدية، قلبي عطشان، رؤيت شخصك تحيني، نبعك مليان. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان علي قشور شيلها بيدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك.